احنا دلوقتي عايزين نتعامل مع العصبيه لازم نعرف ان ليها مكونين، مكون شعوري ومكون سلوكي. الوقت العصبيه ده مش هو في البدايه بتكون شعور، انا حاسس ان انا غضبان، حاسس ان انا متضايق، حاسس ان انا محبط، ده شعور داخلي. تمام. وبعد كده بيظهر عليا في شكل سلوك، ان انا مثلا بتعصب، بزعق، بعلي صوتي، بمشي، بكسر حاجه. فبالتالي هو في جزء سلوكي وفي جزء شعوري. انا لو عايز اتعامل مع الجزئين دول. اول حاجه الجزء الشعوري ده، انا عايز ما وصلش الطفل للمرحله دي ازاي؟ عن طريق مثلا ان انا اشوف هل هو عنده احتياجات هنا نفسيه، بقى احتياجات نفسيه غير مشبعه. يعني الطفل ده مثلا محتاج اهتمام وانا مش بدي له اهتمام، مش بركز معاه، فهو بيعرف يجيبني ازاي، بيعرف يعمل لي كارثه، فاروح ان انا غصب عني لفت انتباه. طبعا يعني ممكن غصب عني، هو دلوقتي محتاج طبيعته كده محتاج انتباه لازم. فهو دلوقتي راح انا مطنشه، متجاهله، مشغول صراحه، عندي حاجه مثلا معينه، ما بقضيش معاه وقت كفايه، ما بلعبش معاه، ما بتكلمش معاه، فهو خلاص هو انا محتاج اهتمام. طيب انت مش مديني الاهتمام بشكل ايجابي، انا هعرف اجيبك ازاي؟ ماشي، فانا هعمل لك كارثه، هضرب اخويا، مش هو ده اللي انت بتحبه مثلا اكتر مني او بتقارن بينه وبينه؟ والله لا اضربه لك. ماشي، وهخليك تعرف ايه، هزعق قدام الناس، هعيط بشكل هتيجي عالي. انت تزعق لي وهتيجي تشتمني وهنتخانق مع بعض، انا بالنسبه لي احسن من التجاهل. بالنسبه لي التفاعل هو بايعها كده كده، مش بالظبط، ده احسن من التجاهل. فلو انا مش مديله احتياجاته النفسيه من الحب، من الاحتواء، من المشاركه، من يعني الاحتياجات النفسيه بتاعته، بلعب معاه، بتكلم معاه، بنتبه له، بديله وقته، بمدحه، لو هو انا مش مديله الاحتياجات النفسيه دي، هعمل له، هيحصل له غضب، هيحصل له احباط، هيحصل له مشاعر سلبيه ممكن تجاه احد من الوالدين اكتر. يعني احيانا الطفل بيكون عصبي مع احد الوالدين اكتر، وده برضو بنشوفه لما يكون مثلا في خلافات بين الزوجين. الاب والام مثلا بيتخانقوا مع بعض كتير وبيتخانقوا قدام الاولاد، الطفل غصب عنه بيميل لطرف على طرف، فبيكون شايف مثلا في طرف مظلوم وفي طرف ظالم، هو بقى حكمه على الامور كده. أيوة. فبتلاقي هو مثلا مع الطرف الظالم، هو يا اما بيعمل زيه فبيبقى عصبي زيه، يا اما بيبقى عدواني ضده، فكل ما يجي يتعامل معاه بيلاقي الطفل بيتعامل معاه بعصبيه وبيتعامل معاه بعدوان وبيتعامل معاه بعناد وبيتعامل معاه بشكل سلبي. تمام. فبالتالي دي ده شعور، الشعور ده طالع منين؟ انا بفهم هو طالع منين وبحاول ان انا اتعامل مع الشعور ده. طيب في حاجه بقى غريبه جدا، الام بتقول لك طب انا بقى مش حرمان من حاجه وعنده كل حاجه واللي بيؤمر بيه بنفذه له، والواد برده عصبي. طيب ما هو ده برده شعور بقى الاحباط، الطفل اللي بيتعمل له كل حاجه وكل حاجه سهله وكل حاجه طبيعيه بالنسبه له موجوده على طول، اول ما هتقول له لا انا مش متعود على كده. انا كل ده كلام سلبي، انا عايز اسمع كلام ايجابي بقى، احوله ازاي لطفل مبدع؟ احوله ازاي لطفل مبدع؟ دلوقتي هو الوقت ده كان طفل عصبي، حلو، وفهمت الاسباب وتعاملت معاه، عايز اغير السلوك بتاعه. دلوقتي هو العصبيه دي بالنسبه له ليها هدف ولا ملهاش هدف؟ تمام. السلوك العصبي ده ليه هدف، الهدف ايه مثلا؟ ان هو بيحل له مشكله. بمعنى مثلا اخويا خد مني لعبه فانا ضربته ليه؟ عشان اخد اللعبه دي مره ثانيه. هو بالنسبه له السلوك ده بيخدم غرض معين، انا دلوقتي عايزه افكر معاه ايه يا ترى السلوكيات الثانيه اللي انا لو عملتها هحل نفس المشكله دلوقتي، يعني اديني طرق ثانيه ان انا احل بيها المشكله. اخوك خد منك اللعبه مثلا فانت ضربته وعملت الحوار ده كله عشان تاخد اللعبه، طب كان ممكن نعمل ايه ثاني؟ اديني اوبشنز، اديني اختيارات، فكر معايا. الطفل العصبي لازم ما ياخدش امر مباشر، ياخد اختيار واثنين وثلاثه، وهو والثلاث اختيارات يكونوا او يعني الاختيارات المتعدده كلها تكون متناسبه مع الاهل، بحيث انه الطفل هو اللي يختار. بالظبط، لان الطفل كمان لو هو ساهم في القرار نفسه او ساهم مثلا في الاختيار هو اكثر عرضه انه يستجيب. مش احنا بنشتكي من العناد بتاع الاطفال؟ طب العناد غالبا الطفل ده بيكون مجبر على حاجات ومقهور، فانا لازم احس باستقلال، انا لازم احس ان انا شخص منفصل، كائن اخر، ليا شخصيه، ليا وضعي، لازم احس بثقه في نفسي، بقدر ذاتي، فانا لازم اقول لك لا بقى. لو انت بتفرض عليا كل حاجه انا لازم اقول لك لا، انما اديتني اختيارات، خليتني اشارك في الاختيار، خليتني افكر، بدل ما انت بتقول لي اعمل كذا وخلاص، اعمل كذا وخلاص، ايه الابداع في كده؟ عمري ما هبقى مبدع. انما انت مثلا بتقول لي طب نفكر سوا ايه الاختيارات البديله، ايه الحاجات التانية، ايه الاوبشنز اللي احنا لو استخدمناها هتكون بديل للسلوك اللي انت بتعمله.